اللهم صل على سيدنا محمد، خير من دعاك وخير من لجأ إليك. أوحيت إليه بالقرآن وأوحيت إليه بالسنة وألهمته الدعاء. اللهم إني أسألك بما سألك به نبيك محمد. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اهدني وسددني. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وصلي على سيدنا محمد الذي علمنا كيف نتقرب إليك وكيف ندعوك، فصلي عليه صلاة تليق بجنابه، وبلغه منا السلام.